السلام عليكم، اسف على الانقطاع بس بسبب ظروف معينه انقطعت عنكم، وان شاء الله ما راح اقطع عنكم واوعدكم بحلقه ناريه. هالمره راح نتحدث عن اغتيال عالمه عربيه مصريه سموها مدام كوري العرب. هذه العالمه تم تصفيتها ظروف غامضه. راح نتحدث اليوم العالمه النوويه الكبيره الدكتورة سميرة موسى. فشنو القصة؟ لا تفوتون الحلقة وخليكم ويانا. قبل ما انسى لا تنسى تدعمني بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ويلا خليكم الحلقة. دائما الاجانب يتفاخرون بعالمتهم المعروفة عالم الفيزياء مس كوري، بس هل يعلم العرب يمتلكون عالمة بالعصر الحديث توازي مس كوري بالعلم؟ نعم، إننا نتحدث عن أول عالمة ذرة عربية مصرية في الوطن العربي، اللي هي الدكتورة سميرة موسى. ولدت الدكتورة سميرة موسى في مصر عام 1917. هذه العالمة نشأت وترعرعت بأسرة معروفة، ولذلك ساعدها بالوصول لمبتغاه. وبعد ما بدأت تتعلم طلعت على الأولى على مصر، ونظرا لتفوقها العلمي والدراسي قدر أنه تساعد المدارس اللي تتفوق منها. من المتعارف عليه أنه في حالة تفوق أحد الطالبات في مدرسة معينة تبدي الدولة تنطيهم معونات، فكانت المعونات تجي لمدرسة موجودة بها الدكتورة سميرة موسى، نظرا إلى أنها تمتلك العلم وأنها التفوق المستمر لها. حتى أنه في مرة من المرات كانت تحتاج معمل بسيط حتى تشوف العينات وغيرها، وهاي نحكي احنا بالإعدادي، تشوف المعامل وشلون تشتغل، يعني شيء بسيط أنه موجود هسه أي مختبر، فما كانت متوفرة بالمدرسة الموجودة بها. لذلك قررت أنها تخرج من هاي المدرسة، لكن مديرة المدرسة رفضت خروج الدكتورة سميرة موسى نظرا إلى أنهم يستفادون منها كمعونة للمدرسة. فراحت هذه المديرة اشترت من أموالها الخاصة معمل خاص تشوفوا الدكتورة للمدرسة. هذه تنطيك انطباع إلى أنه كانت من نشأتها هي متفوقة ونابغة. وبعد ما تخرجت الدكتورة سميرة موسى كان معدلها يفوتها الهندسة، لكن الدكتورة رفضت الهندسة واللي كان يحلم بيها أي شخص، وراحت باتجاه العلوم ودرست في كلية العلوم جامعة القاهرة. وهناك في كلية العلوم التقت بالدكتور علي مصطفى مشرفة، وكان هذا الشخص أول شخص يمسك إدارة كلية العلوم، وهناك تعلقت به وظلت تتابعه نظرا إلى أنه يمتلك الموهبة والعلم الوفير، فكانت تلميذة عند الدكتور علي مصطفى مشرفة، اللي أيضا توفى في ظروف غامضة بسم، ممكن نتحدث عنه بحلقات قادمة عموما. وكذلك واللي معروف أيضا الدكتور علي مصطفى مشرفة أيضا معروف بأنه أينشتاين العرب، لما يتوفر له من عدد كبير من الاختراعات. فهنا هي تلمذت على إيد أستاذ كبير جدا اللي هو علي مصطفى. فعلا قدرت الدكتورة سميرة موسى أنها تطلع الأولى على دفعتها وتتعين معيدة في كلية العلوم في جامعة القاهرة، وقدرت أنها تدرس الماجستير في جامعة القاهرة، وتحديدا في تخصص في التواصل الحراري للغازات. وبعد ما تفوقت في الماجستير دزتها الدولة بعثة إلى الخارج، وفعلا راحت الدكتورة سميرة موسى إلى بريطانيا، قدرت تخلص شهادة الدكتوراه بسنة ونص. كان الموضوع مالتها عن الأشعة السينية. بعد ما كملتها بسنة ونص، من المتعارف عليه أنه دائما تكمل بثلاث سنين، ظلت سنة إضافية في بريطانيا تحل معادلات، وكانت معادلة مهمة ما العلماء الأجانب ما كانوا مهتمين بها، اللي هي تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس، ومن ثم صناعة قنبلة ذرية بالمواد الرخيصة التي تكون متوافرة في جميع دول العالم. وكان المسمار الأول في نعش الدكتورة سميرة موسى هي آرائها السياسية، حيث كانت تؤمن إلى أن يجب على العرب أن يكونوا في مصاف الدول المتقدمة، وكانت تؤمن أنه بوجود سلاح النووي هذا الأمر سوف يعزز السلام في المنطقة، كون أنه تكون القوة متوازنة، ماكو قوة ولاكو ضعيف.
ويعد المسمار الأقوى في نعش الدكتورة سميرة موسى هو إنشاء هيئة الطاقة الذرية بعد 3 أشهر من قيام دولة إسرائيل. وبعد هذه الأمر هنا بدأت دول الغرب تتقرب من الدكتورة، كون انه هذه الشخصية راح تأثر عليهم، كون انه هذه المرة سوت وكالة طاقة ذرية بمصر ممكن راح تسوي اشياء اخطر، فكانت بمثابة القنبلة النووية اللي تمتلكها امريكا. فحاولت امريكا جذب الدكتورة سميرة موسى بكل الطرق، حيث انها سلطت عليها فنانة معروفة مصرية يهودية اسمها راقية ابراهيم. راقية ابراهيم الكل يعرف من راقية ابراهيم هي فنانة معروفة مصرية، مثلت ويا محمد عبد الوهاب واسماعيل ياسين وعبد السلام النابلسي وغيرهم من الفنانين. بس هاي كانت يهودية صهيونية، يعني مو مثل الفنانة ليلى مراد، لا هاي كانت صهيونية فعلا. بدت هذه الشخصية تحاول جذبها الى امريكا، حتى انها في مرة من المرات استنسخت المفتاح مالتها عبر صابونة حطتها وسلمت هذه للمخابرات الصهيونية اللي بدورهم راحوا سرقوا جزء من أبحاث الدكتورة. بعد الحاش عجيب من هذه الفنانة للدكتورة سميرة موسى، لأن كانت تربطهم علاقة وثيقة، لأن قبل ما كان أكو هاي الفكرة أنه هذا يهودي وهذا مسلم وهذا عربي وهذا مسيحي وغيرها من الأمور. فحست الدكتورة إلى الخطر اللي تتوجه له بهذه الشخصية، فطردتها من يمن، فردت لها راقية إبراهيم باللسان راح تندمين. بعدها انهزم، المعروف أن راقية إبراهيم قدرت تنهزم إلى دولة الاحتلال، وعد رفض الدكتورة سميرة موسى للعمل لصالح أمريكا كونها أنها تريد تخدم بلدها مصر والوطن العربي بشكل عام، وكونها تريد توازن بين القوى وتريد تكون بنت هذا البلد اللي طلعت منه، تريد تساعده حتى يكون مصافي الدول المتقدمة. وكانت أبرز الأمور اللي كانت تهدف إلها هي محاولتها لأن تجد علاج للسرطان بالذرة، وهذا ينطيك انطباع إلى أنه الدكتورة سميرة موسى كان هدفها نبيل في العمل بالذرة. وعندها مقولة مشهورة تقول أمنيتي أن يكون علاج السرطان بالذرة مثل تناول الإسبرين. فهذه أحد نظريات الدكتورة، عديد من المؤلفات والاختراعات وغيرها من الأمور، بس ما راح نقدر نتطرق لها كون إحنا قاعد نركز على اغتيال الدكتورة سميرة موسى. وفي عام 1952 تم دعوة الدكتورة إلى أمريكا، لكن هذه المرة ليس لاستقطابها بل لتبادل العلم فيما بينهم. وفعلا سافرت إلى أمريكا وتحديدا إلى ولاية ميزوري، وسوت هناك أكثر من مؤتمر والتقت بكثير من الأجانب والعلماء هناك واستفادت منهم وهي فادتهم أيضا، وتلقت أيضا عروض من جديد للبقاء في أمريكا، حتى وقالوا لها انه هذا البريق وانه انت مثلك ما يصير تكونين بولد متواضع مثل مصر وغيرها من الامور. بس الدكتوره سميره موسى مثل ما قلنا كانت عندها الحس الوطني، فرفضت كل هذه المغريات وقررت العوده من جديد الى مصر بعد ما تبادلت الخبرات مع الاجانب. وفعلا قبل ايام من عوده الدكتور جتها دعوه لزياره المعامل النوويه في امريكا، وتحديدا في كاليفورنيا، وهي تتصل الى كاليفورنيا وكانت راكبه وهي السائق جت سياره شحن كبيره ودعمتها ونزلت السياره الى وادي عميق، وتوفت على اثرها دكتوره سميره موسى على الفور. اما السائق فلم يلقى له اثر، لا جثه لا وجود للشخص، فاين ذهب هذا السائق رغم انه هو اندعم ووقع بالمنحدر؟ وبدا تحقيق مقتل الدكتورة سميرة موسى. من جوي على شركات المفاعلات اللي دزت على الدكتور وجدوا انه هاي الشركات ما دزوا اي دعوة للدكتورة سميرة موسى. كذلك الشخص اللي اخل الدكتورة السائق لم يجدون له اي تفاصيل، وكان يستخدم اسم مستعار. كانت اخير رسالة للدكتورة سميرة موسى تخاطب والدها تقول انه في لو امتلكت مصر معمل واحد مثل اللي تمتلكه امريكا
راح نكون احنا مصافي الدول المتقدمة، وأنا راح أسوي أشياء كبيرة جدا. لذلك قررت أن أنشئ معمل خاص في مصر، ويبدو هذه العبارات كانت مثل الصاعقة على دول الاحتلال الأمريكي والصهيوني لتستهدف الدكتورة. وما تزال الصحف الأمريكية تتناول وفاة واستشهاد دكتورة سميرة موسى بشكل مستمر وبتركيز شديد، وكل ما وجدوا أي تفصيل بسيط يقومون بنشره لما له تأثير في المجتمع الأمريكي. والشيء المثير أيضا الأبحاث اللي قامت بها الدكتورة بتنقلها بين بريطانيا وأمريكا تم إخفائها، فمنو المسؤول عن اختفاء هذه الملفات؟ وحتى أنه السائق الشاحنة اختفى أيضا، يعني السائق مال السيارة اختفى والسائق مال الشاحنة اختفى، وبس دكتورة سميرة موسى هي اللي توفت. فشنو القصة؟ لا أحد يعلم. بالنهاية أنا أشكرك لأنك شاهدت الفيديو. هذه كانت قصة اغتيال الدكتورة سميرة موسى، والسلام عليكم. بالتاريخ والفن عراق الحضارة، رسم نحت طرب جهز العصارة، ويا عبد الحق تلقى كل المعلومات، نشهد راس أعمال حياة وفاة. برو 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 فايل. برو 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 فايل.